أخي الحبيب، إياك أن تشكو الله لعباد الله. عندما تشعر بالضيق، تشعر بالعجز، تشعر بالمرض، تشعر بالنقص، تشعر بضيق الحال، تشكو إلى الناس وضعك، والله تعالى هو أحق أن تشكو له. لذلك سوف نكشف سرا خطيرا حول هذا الموضوع، ينبغي أن ننتبه له جميعا في هذا اللقاء إن شاء الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الحبيب، الحقيقة مشاكل النفس، أمراض النفس أكثر بكثير من أمراض الجسد، لأنك قد تبدو معافا في جسدك، تتمتع بالبصر والسمع، وضغط الدم جيد عندك، الدورة الدموية جيدة، حالتك الصحية جيدة، كل شيء، ولكن قد تكون مصابا بالكثير من أمراض النفس وأمراض القلوب وأنت لا تشعر، وهذه أخطر، لأن أمراض الجسد قد تشفى وقد تزول وستنتهي مع الدنيا، ولكن أمراض القلب قد تقودك إلى جهنم والعياذ بالله. الله تعالى يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن أمراض القلب قد تستعصي على العلاج. لذلك اليوم سنتأمل هذا السر الذي قد أقول لك أن معظم الناس يقع فيه. اليوم جرب أن تسأل مجموعة من الناس كيف الحال، يبدأ بالشكوى، الوضع الاقتصادي، الحالة الاجتماعية، الظروف الاقتصادية والظروف السياسية والبيئة وكذا وكذا وكذا. طيب، نسيت أن الله يعلم حالك؟ نسيت أن الله هو من وضعك في هذا الظرف لحكمة هو يعلمها؟ نسيت أن كثرة الابتلاء هي محبة من الله لك؟ كثرة البلاء أخي الحبيب ترفع درجة المؤمن، حتى الشوكة يشاكها، يعني شوكة إذا أصابه أي مكروه يأخذ أجرا عليه، حتى عندما تصاب بأي مرض أو أي ضيق أو تتعرض لأذى أو استهزاء من الآخرين أو تتعرض لظلم ربما من أهل بيتك ربما من أقاربك، كل هذا له أجر عظيم عند الله. أنسيت ذلك؟ تنسى الله الذي هو قريب منك ويعلم ما في نفسك، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين يعني الذين يعودون إلى الله ويتوبون، كثرة التوبة والرجوع إلى الله. لذلك هنا عندما اعلم هذه الحقائق أخي الحبيب، أولا عندما تشكو وضعا في نفسك أو في حياتك لأحد الناس، اعلم كأنما تشكو الله لعباد الله. يجب أن تتوجه بالشكوى للخالق عز وجل فقط، ولا داعي أن تخبر أحدا بمشاكلك، لأن الناس سيفرحون غالبا عندما تصاب بمصيبة. والعبد لا يحل لك مشكلة على فكرة، يعني هو يستمع لك، ربما يشمت، والنبي كان يستعيذ من شماتة الأعداء، هو داء شماتة الأعداء والعياذ بالله. لذلك احرص أن تسأل الله وتشكو همك لله. انظر إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، وهو النبي الكريم العظيم، ابن النبي عليهم السلام جميعا، وابنه نبي سيدنا يوسف. هذا النبي الكريم لمن شكا همه في سورة يوسف، عندما ضاقت به الدنيا فقد ابنه وحياته أصبحت يعني مليئة بالمشاكل والأحزان، قال: إنما أشكو بثي
وحزني إلى الله. لم يشكو لأبنائه. أبناؤهم سبب المشكلة أصلا. يعني أنت تشكو لشخص هو قد يكون هو سبب المشكلة. تذكر هذه الآية جيدا أخي الحبيب، والله إنها تريح القلب، هي علاج لأمراض القلب. إنما احفظها أيضا، احفظها ورددها. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا أشكو ألمي وما أشعر به وما يدور بذهني، أشكو همومي إلى الله، أضع مشاكلي بين يدي الله، أضع الأحزان التي أعاني منها، أشكوها لله عز وجل فقط وليس لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا هو المؤمن الحقيقي أخي الحبيب. طيب، الشكوى للعبد تدل على عدم رضا بقضاء الله، وهذه كارثة أخرى. تخيل أنك غير راض عن قضاء الله لك. طيب، الله وضعني في هذا الموضع وابتلاني بهذا الظلم وهذه المشاكل وهذا الضيق. طيب، هو أعلم بي وهو قادر، طيب لماذا وضعني؟ فتش عن الحكمة، ابحث لماذا الله وضعني في هذا البلاء. طيب، أتوجه لغيره أسأله، أذهب لمن وضعني في هذا البلاء. يعني أنت إذا إنسان مديرك في العمل ضيق عليك الراتب مثلا، أو خصم منك أيام من الراتب، طيب تذهب وتشكو للعمال أم تذهب مباشرة له؟ طيب، الله هو صاحب البلاء. ولنبلونكم، من نحن؟ الله هنا العظمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الهدف هو أن تصبر. اذهب إلى الله واشكو. كل الأنبياء، أنا لا أعلم أن نبيا شكى همه لغير الله. اقرأوا القرآن من أوله لآخره. نبينا عليه الصلاة والسلام كان متصلا بالخالق عز وجل، ولم يشكو لأحد من عباد الله أهم من مر به. حتى عندما كان يرى بعض الصحابة لديهم بعض الهموم، كان يقول لهم، يعلمهم كلمات علاج الهم. ما هو؟ اللهم إنني أعوذ بك من الهم والحزن. يعني ما مضمون هذا الدعاء؟ يعني كأنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له، لا تشكو لي، أنا عبد مثلك، أشكو إلى الله. قل اللهم، إذن وجهه إلى الله، وجهه في الاتجاه الصحيح. يعني عندما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام شخصا في غير وقت الصلاة من الصحابة الكرام، وشكى للنبي كثرة الديون وكثرة الهموم، أرشده للطريق الصحيح والسؤال الصحيح، فقال له، اذهب إلى الله، هو الذي سيحل مشكلتك. قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. توجه إلى الله، لا تقل يا محمد حل لي مشكلتي عليه الصلاة والسلام، لا، توجه إلى الله. اللهم إنني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والصحابي عندما طبق هذا الدعاء، لم تمض إلا أيام معدودة، فقضى الله دينه وأذهب همه. إذن هنا هذه قضية خطيرة أيضا قد لا نشعر بها. أخي الحبيب، عندما تشكو للعبد فكأنما اعتبرت أن هذا العبد أهم من الله. عندما تنسى صاحب البلاء وهو الله، وتنسى أنه أقرب إليك من حبل الوريد، وتنسى أنه معك وهو معكم أينما كنتم،
وتذهب لعبد فقير لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك أي شيء حتى لنفسه، فتشكو له هذا الوضع، ماذا يقدم لك؟ إذن كأنما جعلت هذا العبد أهم من الله بالنسبة لك، وهذا نوع من الشرك الخفي. النبي ماذا كان يقول لسيدنا ابن عباس؟ إذا سألت فاسأل الله، يعني اترك هؤلاء فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن إذا سألت يعني أردت أن تشكو همك اشكو لله، أردت أن تسأل رزقا اسأل الله، أردت أن تسأل شفاء اسأل الله عز وجل. هذا هو التوجه الصحيح. وأخيرا، عندما تشكو للعبد كأنما أنت تشك في قدرة الله أن يكشف عنك هذا الضر. انظر إلى هذه الآية العظيمة التي تصلح منهاج في حياتك. وإن يمسسك الله بضر، دقق معي معاني الآية أخي الحبيب، لا تقرأها وتمر هكذا مرور الكرام. وإن يمسسك من؟ الله. طيب سبحان الله، إذن الظلم الذي تعرضت له من هذه الزوجة أو من هذا الجار أو من هذا الولد أو من هذا المدير في العمل أو كذا، إذن هذا الضر هو بإذن الله وبإرادة الله وليس خارج عن إرادة الله، وكل شيء عنده بمقدار. وإن يمسسك الله بضر، لم يقل وإن يمسسك فلان بضر، إذن الذي ينفع ويضر هو الله. ماذا قال بعد ذلك؟ فلا كاشف له إلا هو. إذن عندما يظلمك إنسان دعك من البشر، اذهب إلى الله، هو الذي سيكشف عنك الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. هناك رزق، هناك صفقة، هناك تجارة، هناك منفعة معينة، لا تظن أن هذا الإنسان هو صاحبها، بل الله هو الذي يملك هذا الخير، ولا يستطيع أحد أن يرد هذا الفضل. وإن يردك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به، من هو الذي يصيب؟ الله. من الغفور؟ الله. من الرحيم؟ الله. انظر سياق الآية من أولها لآخرها، تعود وكأن البشر صفر غير موجودين. اعتبر أن هؤلاء البشر مجرد أسباب فقط، سخرهم الله لقضاء حوائج الناس فيما بينهم، ولكن مركز القيادة عند الله، مركز التحكم في الأعلى عند الله. الملك هو الله، المتصرف هو الله، المتحكم هو الله، الذي يحل المشكلة هو الله. فريح دماغك والجأ إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين عليه، كما قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.